مين بنت مين؟ ايه ده؟ هي ضحكت عليك انت كمان وما قالتلكش ان ورده تبقى بنتها البكريه مش اختها الصغيره؟ بنتها؟ يا عم انت هتجنني ولا حكايتك ايه معايا بالظبط؟ يعني لا بحبه ولا اقدر على بعده حسونه. طب كبر الموضوع ليه يا صاحبي بس؟ مكبر ايه بس يا حسون؟ انا عايز افهم بقى انت عايز ايه من سالم الجرح بالظبط؟ ابدا يا سيدي، شويه فكه يروحوا ويرجعوا بالسلامه زي كل مره. صلاه النبي صلاه النبي، بس هو انسى لحقت تخلص اللي معاك يا بسم الله ما شاء الله، خمسه وخمسه ابو العز. ايه هو النق بقى على الكيف وعيني عينك كده ولا ايه؟ ما انت شايف حال البلد، الطلب بقى جامد قوي على السلاح اليومين دول. ما انت عارف يا حسونه السلاح بيروح لمين؟ يروح مطرح ما يروح، هو انا جايبه عشان يقعد في قرابيزي؟ يعني انت تخلص من السلاح اللي في قرابيزك يا حسونه والبلد تولع في بعضيها؟ لا وشوف مين اللي بينصحني يا ابو العز، البلد لو ولعت ده في مصلحتك. في مصلحتي انا؟ ازاي؟ اقول لك ازاي؟ البلد لما تولع الناس مش هتبقى طايقه بعضها ولا طايقه نفسها. تعمل ايه؟ تلهي نفسها. ازاي؟ بالضرب. من عند مين؟ من عند ابو العز. ساعتها ابو العز ياكل الوز. يا ابن اللعيبه، ده حته تذكروا يا حسونه ما يلعبوش غير كريستيانو ليوناردو في كلاسيكو. ها هتعمل ايه؟ اعمل ايه في ايه؟ في موضوع سالم، هو انا بقول ايه من الصبح؟ موجاتي حبيب قلبي، من بعد الاشواق والسلامات ببعت لك كل دقيقه جواب من اول ما اصحى لحد كده. وكفايه يا موجه، في ايه تاني؟ هات التليفون. الله يسيق من عينيا. اتفضل يا سيد الرجاله. موجاتي ربنا يخليها لك. أحلى صباح على حبيب الملايين. دلوقتي يا باشا إحنا عازمين نفسنا على الغدا عند معاليك أنا وحسونة، وهنجيب لك معانا محامي الشيطان أبو اليزيد. أصل حسونة يا باشا معاه قرشين بينقحوا عليه وعايز يجي لسعادتك. ومال؟ عشان خاطرك أنت بس، ولو إني كنت ناوي أسيبه يرن شوية، إنما يكرم عشان خاطر عيونك. تمام، مع السلامة. لا لا لا، ايه مالك مالك؟ مالك زي ما تكوني كهربتي كده. حضرتك تأمرني بحاجة تانية؟ مش لما تقولي لي مالك الأول. أنا أول لما لمستك بالغلط كده لقيتك نطيتي كنت هتخبطي في السقف. آسفة، أصلي اتخضيت. سلامتك من الخضة. حضرتك تأمرني بحاجة تانية؟ مش دلوقتي. اتفضلي. سيد أنا مخنوقة قوي وما عنديش حد أثق فيه عشان أقدر أتكلم معاه. سعادتك قولي كل اللي أنتي عايزاه وأنتي مطمنة، وأول ما هتخلصي كلام ولا أكنك قلتي حاجة. تصور إن جوزي بيفكر يتجوز عليا، كل ده عشان إيه؟ عشان قراية فنجان. لما قلت له ازاي هتعمل كده؟ قال لي عادي. أي حد لو مكاني لو خيره هيختار اللي أنا اخترته ده. أنت لو مكانه يا سيد هتختار إيه؟ ولو إني مش فاهم أي حاجة من اللي سعادتك قلتيها، بس كل ده أنا متأكد منه إن أنا أموت قبل ما أزعلك، مش هتجوز عليك. ايه ده ان شاء الله؟ وانا معقوله هخرج بردك وانت بره؟ ده مش عشان تخرجي، ده عشان لو حصل حاجه لا قدر الله وانا بره تعرفي تخرجي من الشقه. اذا كان كده ماشي.
خلي بالك على نفسك. خلي بالك انت على نفسك، انا قاعده في البيت، هيجرالي ايه؟ اجيب لك ايه وانا جاي؟ بتضحكي عليا مجنونه انت. اصلي متخيلك وانت راجع لي اخر اليوم وشايل لي البطيخه في ايد والجورنال في الايد الثانيه ولافف لي منديل محلاوي كبير حوالين رقبتك تمام زي بتاع ابو حفيظه كده. ابو حفيظه الله يحفظك يا ستي. بهزر معاك. شوف انت نفسك في ايه وقول لي، ترجع تلاقيه جاهز ومستنيك على سنجة 10. عايزك انت على سنجة 10. لا لا الا الله محمد رسول الله. في حاجة؟ خلاص قلبك بقى حجر ناحيتي يا وردة. انت اللي حاولتي الحجر. ولاد فرحات لفوا دماغك وضحكوا عليكي وقسوكي عليا بعد العمر اللي عشناه كله مع بعض وسرنا واحد. محدش عمل فينا كده غيرك. عيشتيني عمري كله وانا مش عارفه اقول الحقيقه للناس لحد ما صدقتي فعلا اني اختك مش بنتك. العيال كتيره وانا منى عيني انام في حضنك زي اي بنت في سن، بس انت حضنك كان دايما مشغول بالرجاله اللي بتتجوزيهم. ده انت قلبك معبي بقى وكاتمه وساكته وجايه على نفسك ليه يا حبيبتي؟ بصي يا ورده، احنا فيها واللي اتكسر يتصلح. خلاص الدكش عارف كل حاجه، عارف ان انت بنتي مش اختي، والدكش هيقف جنبك زي ما اسامه قال لك، لا يمكن ياذيكي عشان ما يخسرنيش وما يخسرش جوازتنا. ها قلتي ايه يا ورده؟ هاتي المفتاح بقى، هاتي المفتاح ربنا يهديكي. كله الا المفتاح. هاتي المفتاح يا بنت. لا يعني لا يا بنت، هاتي المفتاح خليني انزل اقابل الدكش، خلي الليله دي تعدي على خير. يا بنت حضرتك من شعرك حبطتك. يا بنت هاتي المفتاح، هاتي المفتاح، هاتي المفتاح. كمان لا يعني يا بنت، يا بنت تعالي هنا، تعالي هنا يا بنت، تعالي. مالك ايه اللي جرالك؟ كنت حنين عليا وانت اختي، ايه اللي جرالك وانت بنتي؟ افتحي يا ورد، فاكره علا زمان؟ هتشوف، هتبص تقعي تحت ايديا. ماشي ماشي يا ورد. اتفضل يا فندم. نادر، في ايه يا عم؟ مالك اتسرعت كده ليه زي اللي مسك سيرك عليان؟ لا مفيش حاجه. طب ايه، هتفضل متنح وتضيع عليا الفيلم ولا تاخد تذكره وتوريني الكرسي بتاعي فين؟ ايه؟ اتفضل. هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل. صندل ده الاستاذ عبد العزيز؟ لا حضرتك طبعا. يا اخي المهارة اللي مضايقني، تخيل صحابي قعدوني مع واحده خلل وكمان عايزين يتجوزوني. شكرا يا اسامه. هو انا واقع الدرجه دي يا خالو؟ امسك. ايوه. لا لا شكرا. يا جدع امسك، عيب ما تتكسفش، ده انا اول مره ادي لحد بقشيش. امسك. بقول لك ايه؟ سيد فين؟ انت مالك ومال سيد؟ عايز منه ايه؟ عبد المأمور، الحكومه اللي عايزاه. وانا بنفذ الاوامر. ولا انت نسيت انه هربان من الحكومه؟ طب ولما انت عارف انه هربان من الحكومه ممسكتوش انت ليه فتك؟ هيحصل. انا اصلي دورتها في دماغي، لقيتك حاسبها صح ودماغك كبيره صحيح. بالعقل كده زبيده هتوافق تتجوزني ازاي لو انا سلمت بنتها لحبل المشناق؟ مش كده برضه؟ كده. عشان كده بقى انا جيت لك هنا النهارده، عشان تشوف وتختار هتسلمني مين، مراتك ولا اخوك. وانا مش هتشرط عليك، براحتك خالص، بس انا مش هرجع بايدي فاضيه. اقعد مع نفسك لغايه ما الفيلم يخلص، فكر وارسع راي. بقول لك ايه صحيح، في بره مكنه فشار، ما تجيب لي قرطاس فشار اتسلى فيه لحد ما تشاور نفسك او تشاور اخوك. حاضر. حضر لك الخير يا اس، بس وحياه شده ابوك تتاخر عليا، ما احبش الفيلم يبدا والفشار مش في ايدي.